السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في الوطن العربي بأكمله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء خاص مع ضيف خاص في وقت خاص، لقاؤنا مع المهندس عبد الرحمن الصياد مرشح مجلس النواب عن بندر المحلة الكبرى. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني نبدأ مباشرة في لقائنا الطيب، مجلس النواب والأمور التشريعية وأسباب الترشح والتاريخ الخدمي لحضرتك، يعني ومهمة النائب، هل هي تشريعية أم خدمية؟ رؤية حضرتك، أمور كثيرة إن شاء الله نتحدث عنها. يعني حاولت أن أكتب عنك ما أقدمه لسادة المشاهدين، فوجدت أن الأمر يطول، فتركت الأمر لك لتقدم نفسك. فتفضل، من هو المهندس عبد الرحمن الصياد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى هدي نبينا الكريم. أخوكم مهندس عبد الرحمن الصياد، حاصل على بكالوريوس الهندسة في القوى الكهربية، حاصل على دبلوم دراسات عليا في هندسة الآلات الكهربية، حاصل على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي عن جهاز إلكتروني على مستوى العالم برقم 30064. أصغر إخواتي برضو ده محتاجه بعد كده، يعني لأن في مشروعات كبيرة الحمد لله قمت بيها عشان تؤكد الأسرة. أصغر إخواتي دكتور محمد عبد الرحيم الصياد، وهو حاصل على دكتوراه من وكالة ناسا للفضاء، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة جامعة اسكندرية، ووالدي كان عامل بسيط في شركة غزل المحلة يعمل بالإنتاج. بسم الله ما شاء الله يا باشمهندس، يعني تاريخ علمي مشرف، وهذا ما ننادي به دائما التخصص، وأن يكون الإنسان مؤهلا للعمل الذي سيقوم به. يعني أسباب الترشح كثيرة يا باشمهندس، على رأسها التاريخ الخدمي. يعني دائما وأبدا نرى القائمة مليئة بأسماء السادة المرشحين وأسماء كثيرة. على رأس الأسباب التي من أجلها ترشح الإنسان أن يكون هو له باع خدمي، فبنسأل حضرتك عن التاريخ الخدمي، ما هي الخدمات التي قمت بها أثناء عملك ثم بعد عملك؟ نعرف أن حضرتك من أكابر مهندسي شركة مصر للغزل والنسيج، وكنت في موقع متميز بها، وكنت في موقع له خصوصيته ألا هو قطاع الكهرباء. فتاريخ حضرتك الخدمي والسياسي إن أمكن يعني تسرده حضرتك، لنعرف مع من نتحدث وأعرف السادة المشاهدون إن شاء الله. تاريخ الخدمي، أنا بعد ما اتخرجت من الكلية واشتغلت في شركة المحلة، بدأت بحس بمعاناة الناس ومشاكلها. لما أحس بمعاناة الناس، ربنا بيلهمني إن أنا أترجم هذا الإحساس لعمل مفيد للناس. فكان أهم مشكلة كنت بشوفها في بداية شغلي في الشركة، الناس تعبانة في الحصول على لقمة العيش، طوابير الناس الناس بتلك فوق بعضها عشان تاخد رغيف العيش ومش عارفين ياخدوه. التجار بياخدوا العيش يتاجروا فيه. طيب ازاي انا لما كنت باجي عشان اخد هجيب بكره عيش كنت بنام ليله كدر؟ طيب احل المشكله ازاي؟ دخلت جمعيه الغرفه الاجتماعيه في مساكن الشركه، ومنها دخلت الفرن، لان احنا كنا بنخش الفرن عمليه توزيع للعيش بس. فانا دخلت الفرن مش عمليه توزيع، دخلت الفرن عشان افكر احل المشكله. احل المشكله ازاي؟ بدات كنا عاملين كارته للعيش، كارته اي حد ياخدها بجنيه، ياخد ب10 جنيه كروت، ياخد ب20 جنيه كروت، ده كله بيطلع للتجار. طيب ازاي اخصصها؟ قمت جاي عامل كارته لكل اسره باسم رب الاسره وبيانات رب الاسره على الكارته. كارته 30 رغيف. طيب الاسره دي مش عايزه 30، عايزه 20، نخليها نعمل كارته ثانيه 20 رغيف. طيب الاسره دي مش عايزه 10، عايزه 10، عايزه 5. عملت 4 كروت لكل اسره وعلقتها، وكان مجهود صحيح مرهق، بس
بيها ما عادش حاجة اسمها كل واحد خد كارتته، ما فيش كارتة تانية هياخدها، فأصبح العيش بيروح للي عايزه. طيب أنا طبقت المنظومة والناس بدأت تستريح، طلعت الرئيس الشركة عايزين نطبق الكارتة دي في عموم المحلة، يا ريت تتصل بوزير التموين عشان نطبقها في المحلة نخليها إلكترونية. فقال لي احنا شركة خدمية، احنا شركة انتاجية، ما احنا شركة خدمية لا علاقة بالصناعة، يعني شركة مصنع علاقتها بالصناعة. نعم. وبكده حليت المشكلة. نفس الكارتة الدولة خدتها بعد ما نفذتها بأكتر من 15 سنة. نعم. خدتها ونفذتها في الكارتة الإلكترونية اللي هي موجودة دلوقتي، نفس الفكرة نفسها في جيب كل مواطن مصري. نعم. اللي بقت حلت كل المشكلة بتاع المعاناة في حصول العيش. نعم. طبعا يا باشمهندس، باع كبير مع شركة مصر بداخلها قطاع الكهرباء والتجهيز وكثير من الأقسام داخل الشركة. حضرتك مرشح عن بندر المحلة، وكلنا يعرف خصوصية بندر المحلة الكبرى، قلعة الصناعة، بها كثير من الزارعين، الزراعة بها يعني موجودة بكثرة. المحلة الكبرى لها خصوصية، حضرتك مرشح عن بندر المحل، لماذا الترشح ولماذا هذه الدورة؟ يعني شفت حضرتك ايه في المحلة لها حقوق حضرتك تحتاج ان تأتي بها، لحضرتك دراسات ستخدم بها مركز المحلة الكبرى، لماذا في هذا الوقت ولماذا الترشح ولماذا مجلس النواب؟ في البداية استاذن حضرتك في اني اقول لمحة بسيطة. فضل. يعني اول ما دخلت الشركه عملت ايه في الشركه، ولما جيت اسيب الشركه عملت ايه. لما دخلت الشركه بدات كمهندس صغير، بدات العمل وبدات اطور في كل حاجه فيها مشكله، طور خطوط الانتاج، اطور ماكينات، عملت كل حاجه. طب لما جيت اسيب الشركه، الشركه دي ممكن شايفها ان هي ما عادتش هتقع، فلازم اعمل حاجه انقذها بيها. خدت اماكن صعبه اعمل بيها الشغل، دخلت على القطن الطبي عملت له تحديث، بدل ما كان بينتج طن ونص قطن طبي في اليوم خليته ينتج 7 طن بربط الكتروني للمصنع كله. جيت طيب الشركه عايزه فلوس عشان تشتري قطن، تشتري طيار، تشتري مستلزمات انتاج. عملت دراسه بمشروع وصلتها للشركه القابضه ووصلت لوزير الاستثمار ان وفر للشركه 108 مليون جنيه سنه كل سنه تشتري بها الحاجات ديت. ده بالنسبة للشركة. طيب بالنسبة لبرة، كنت بشعر بآلام الناس برة، يعني لما ماشي في الشارع واشوف حاجة ما اقفش قدامها ساكت، لازم افكر فيها. يعني مشكلة زي مشكلة نفق الشون، اتحركت في مشكلة نفق الشون ديت، رحت للمحافظ واتكلمت معاه وجبت حلول وعرضت على حضرته حلول اكتر من حل، وكنت بجيب مختصين، يعني كنت بجيب بستشير مهندسين مدني، مهندسين معماري، مهندسين ميكانيكا في الحلول، وخدت الحلول عرضتها على سيادة المحافظ، إلا إن هو قال أنا عايز أعمل سلم متحرك علشان الناس اللي يصعدوا في علي بس. طيب مشكلة نفق الشون وجريت فيها، طب في مشاكل تانية كتير المحلة محتاجاها، المحلة ديت لمن لا يعرفها. أيوه. كانت في وقت من الأوقات عاصمة مديرية البحرين اللي هو فرع رشيد وفرع دمياط، يعني المحلة كانت عاصمة للمديرية اللي فيها اسكندرية، يعني المحلة قديمة وذات مكان ما تنفعش فيه المحلة نشوفها في هذا الوضع. فيها مشاكل كبيرة محتاجة إخلاص، محتاجة واحد ناس ما تنامش الليل فكرها في المحلة عشان تحل مشاكل المحلة. المحلة النهاردة فيها مشاكل لا حصر لها، فيها مشاكل في الصرف، فيها مشاكل في المية، طرق مكسرة كتيرة، في مشاكل كبيرة محتاجة نائب أو نواب يكونوا على قد المسؤولية وما يناموش ويحققوا المحلة أحلامها. إذا فتاريخ المحلة العريق باشمهندس أخذ حضرتك إلى طريق الترشح لخدمة المحلة الكبرى وأهلها نظرا لعراقتها وحقوقها على أبنائها. ده خدنا الحتة يعني مهمة جدا يا باشمهندس. دائما وأبدا لما نطالع الصحف أو نجالس سواء السادة المرشحين سواء من ينوي الترشح سواء
يتحدث في المسألة النيابية ومسألة سن القوانين، يقول حضرتك إيه، أنا مهمتي الحقيبة النيابية والتشريعات، في حين أن يعني عوام الناس والسادة المواطنين وأنا من المواطنين أرى بأن دور السيد النائب دور خدمي، دور خدمي. طيب معنا اتصال، معنا اتصال. أستاذ متولي شحاتة، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع سيادتك متولي شحاتة من المحلة الكبرى. أهلا بحضرتك. رئيس مجلس، أهلا بيك. رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لأبناء الصنطة بالمحل. أهلا بحضرتك. بداية تحية وتقديرا واحتراما وتعظيما وسلاما لقناة الصحة والجمال والمخرج المحترم لهذا البرنامج. الله يبارك حضرتك. ولسيادتكم. الله يبارك حضرتك. والسيد المهندس عبد الرحمن الصياد. نعم. مرشح مجلس النواب عن بندر المحلة الكبرى. نعم. رقم 23 رمز الشاكوش. نعم. عايز أتكلم عن المهندس عبد الرحمن الصياد، أنه رجل وطني شريف مخلص عبقري أمين عاشق للعمل الاجتماعي، خدوم بلا حدود لأبناء مركزه وأبناء دائرته، لم يتأخر عن مساعدة أي إنسان يطلبه. واخد حياته لخدمة الناس، وفوق كل ده بالكامل يافطة كبيرة خالص بالنسبة للمهندس عبد الرحمن الصياد، فهو عاشق متيم في حب مصر. بسم الله ما شاء الله. ابن مخلص للوطن المصري، محب قوي 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 للجيش وللشرطة والقيادة السياسية في البلد. نعم. الباشمهندس عبد الرحمن الصياد عمل في غزة المحلة حوالي 35 سنة، كان رمز للفدائية والعمل الوطني، طور كتير جدا في الآلات المستخدمة في الإدارة بتاعته، وكان يعمل بالإدارة الهندسية. نعم. إدارة الكهرباء تبع للإدارة الهندسية. الباشمهندس عبد الرحمن فعل كتير في غزل المحلة، سواء في غزل المحلة في الداخل أو للقاطنين في مساكن غزل المحلة. فهو صاحب أكبر منظومة لتنظيم مجموعة أو صرف أنبوبة البوتاجاز للسكان، عامل كارتة الموظف اللي بيشتغل في الشركة اللي ساكن في مساكن الشركة له أنبوبة مثلا كل 15 يوم، يبقى ما فيش تزاحم، الأنابيب بتيجي اللي معاده جه في 15 يوم يروح ياخد الأنبوبة الفاضية ويرجعها بالكارتة اللي معاه ويستلمها مليانة. مهندس عبد الرحمن الصياد له بصمات واضحة جدا في منظومة العيش اللي هي النهاردة تعتبر في مصر أحسن منظومة موجودة في للعمل الاجتماعي للناس الغلابة اللي كان بيتقطع هدومه علشان يجيب بجنيه عيش أو باتنين جنيه عيش، كان الباشمهندس عبد الرحمن الصياد منظمها في القاطنين في مساكن غزل المحلة، كان عامل كارتة، الكارتة دي أن الإنسان له كل يوم بجنيه عيش، بيروح الصبح على الشباك يحط الكارتة ويحط الجنيه وياخد أبو جنيه عيش ويمشي، فما كانش فيه تزاحم إطلاقا على رغيف الخبز بالنسبة لمدينة المحلة والقاطنين في مساكن غزل المحلة. الفكرة دي اتنقلت للمسؤولين داخل الدولة، وبدأوا المسؤولين ينظموها أو يعملوها على مستوى الجمهورية، ودي منظومة بيرجع الفضل لها للمهندس عبد الرحمن الصياد. المهندس عبد الرحمن الصياد طور العديد من الآلات اللي كانت موجودة في غزل المحلة في إدارة الكهرباء، وطور من الآلات اللي موجودة داخل أقسام الغزل والنسيج اللي بيتعمل لها برنامج وبيشغل هذه الآلات بأقل الإمكانيات. المهندس عبد الرحمن الصياد طول عمره لما كان يجي يعوز قطع غيار والشركة تقول مثلا أنا لسه هعمل مقايسة وهعمل مشتريات وهعمل وهعمل، فكان هو بينزل الخردة بنفسه ومعاه ناس مكافحين ومخلصين زيه، بينزل الخردة ويدور في الخردة على ما يصلح للماكينة وللتعديل اللي هو عايزه وبيجيبه
وبيصلح بيه الاله اللي هو عايز يطورها او عايز ينظمها. المهندس عبد الرحمن الصياد له بصمات واضحه جدا في غزل المحله. كل العمال في غزل المحله كان في مرحله معينه غزل المحله فيها 44,000 عامل، كان ال 44,000 عامل بدون تحيز كان يعرفوا المهندس عبد الرحمن الصياد، لانه بيقف جنب المحتاج، بيقف جنب اللي عايز اي طلب، بيقف مع دايما المظلوم، دايما بينصف المظلوم ويعنف الظالم. عمر ما المهندس عبد الرحمن الصياد عمل جزة لشخص في غزل المحله، ولا استغل سلطته لما بقى مهندس وكبر، لانه قعد فيها حوالي 35 سنه لما بقى رئيس مدير عام ورئيس قطاع. كانت الفكره بتاعته كلها ان الناس كلها سواسيه، اللي ينتج على دماغنا من فوق، اللي ما ينتجش نعلمه ازاي ينتج، ونعلمه ازاي يحب الوطن بتاعه، ويعلمه ازاي مصر محتاجه لابنائها. وكان دايما في راسه او في على لسانه مقوله من ايام جمال عبد الناصر، هي يد تبني ويد تحمل السلاح. نشكر حضرتك جدا استاذ متولي، شهاده حق من رجل وطني في حق رجل وطني مرشح من أجل الوطن عن دائرة بندر المحلة الكبرى. يعني محبيك يا بشمهندس يذكروا التاريخ كاملا، نسأل الله لك التوفيق. نرجع لسؤالنا يا بشمهندس، النائب هل دوره تشريعي نيابي فقط أم خدمي فقط، أم أنه يجب الربط بينهما ودور النائب خدمي تشريعي؟ هو دور النائب من أخطر الأدوار اللي بيلعبها أي حد في مصر. نعم. لأن النائب هو اللي بيسن وبيشرع القانون. القانون ده لو كويس الناس هتستريح. طب القانون ده لو فيه عوار هتلاقي مشاكل لا حصر لها. المشرع اللي بيحط القانون هو اللي بيسهل على الحكومة أداء دورها. يعني الحكومة مش عايزة تصد في المواطن. أنا بيجي لي قانون من مجلس النواب، المفروض بنختار النائب الصح اللي يفهم ان هو بيخدم الناس مش جاي على الناس، يدور على الثغرات اللي موجوده في القانون ويعالجها، يشوف المختصين ويقعد معاهم وياخد الافكار كويسه ويعدل في القانون. طيب القانون صدر وحصل فيه عوار وحصلت مشاكل، النائب من حقه انه يعمل طلب بتعديل للقانون. نعم. نعم. ما خلاص ما مش امين خلاص، لا، المفروض يدور على الناس اللي تعبت دي من القانون ويشوف مصالحها فين ويطلب تعديل القانون. اذا فدور سيد النائب تشريعي لسن القوانين، ثم خدمي لتسهيل على الحكومه تنفيذ هذا القانون بما يتماشى مع مصلحه المواطنين وكمان بعد إذن حضرتك له دور رقابي في تنفيذ القانون، الدور الرقابي اللي من خلاله يقدر يخدم المنطقة، يخدم أهله، يخدم الناس اللي بيعانوا من هذا القانون. إذن فالدور تشريعي خدمي رقابي. نعم. معانا اتصال أستاذ عصام رسلان. أستاذ عصام رسلان تفضل. السلام عليكم أستاذ عصام. اتفضل حضرتك. انا يعني بقول للمهندس عبد الرحمن الصياد انت مشرف الدنيا كلها. الله يبارك. انت كرئيس قطاع كنت لك الاختراعات اللي انت عملتها في الشركه وانا وقفت في الشركه لقطه كبيره جدا جدا جدا، وانت ليك الفضل في انك كرئيس قطاع كهرباء الشركه، وكان ليك الفضل الجامد في انك تعمل حاجات ما كانتش اتعملت خالص. وانا بتمنى تكون عضو نواب، لان المحله بقى مشاكل كتيره جدا جدا، وانت ملم بمشاكل المحله وعندك الحلول الكافيه لحل المشاكل، فربنا يوفقك والمحله تبقى سعيده جدا لو بقيت النائب بتاعها، لانك انت من الناس المحترمين المثقفين اللي عندهم قدره بالتشريع وبالنهضه وبكل شيء، لانك انت بتمسك المشكله وبتعمل حلها. فهذا يعني انا هقول ده حاجه قليل من كثير انا اعرفه عنك، لانك انت خدوم فعلا وراجل محترم وراجل مثقف وراجل ذو باع في الخدمه الكبيره، واهل مدينه المحله كلها بيحبوك وبيحترموك، ولانك انت شخصيه محترمه، شخصيه محترمه محترمه محترمه
واتمنى تكون النائب بتاع المحله، لان المحله ستفوز بيك مش انت. الكرسي مش هيسعد، كرسي المحله هتسعد بيك وليس الكرسي، لانك انت هتضيف للكرسي كتير 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 كتير، والمحله تتمنى عضو زي حالتك كده، مثقف واعي ملم بالخدمات ملم بكل حاجه. فده اتمنى ان تكون هذا العضو، وربنا يوفقك يا باشمهندس، واحنا كلنا معاك، وما زلت المحله كلها معاك بما قدمته من خدمات، وما زلت تقدم، ما زلت تسعى لحل المشاكل. فهذا يعني يعني انا عايز اتكلم كتير لو تسعى، لان يعني انا الكلام اللي انا هقوله ده قليل جدا، لانك انت انا عاشرتك على كرم، وعاشرت ان انت دايما ايدك الخدمه وخدمه الناس ومشاكل الناس، وهذا قليل جدا يعني والله. واتمنى ان شعب المحله يرشح حضرتك وتكون انت النائب بتاعه. نشكر حضرتك جدا استاذ عصام، نشكر حضرتك، كلام محترم من رجل محترم وطني لرجل وطني يحب وطنه. يعني يا باشمهندس من الاتصالات كده ان حضرتك صاحب رؤيه، يعني المتصل الاول استاذ متولي شحاته، ثم المتصل الثاني استاذ عصام، يعني من كلامهم ان حضرتك تمتاز بالرؤيه ومن سماتك الرؤيه. فيعني رؤيه حضرتك المستقبليه لمدينه المحله الكبرى، عندنا ملفات مهمه، تعليم، الصحه، الصناعه، عندنا ارق بعض الناس من بعض المشكلات اللي منهم اصحاب المعاشات، لسعادتك قلت لي ان لهم دراسات ولهم عند حضرتك في القلب منزله. هنروح فيما بعد للشباب، امل الامه وامل الوطن، ودائما يعني القياده تخاطب الشباب مباشره لان الشباب هم امل الوطن. يعني رؤيه حضرتك لتبدا بما تحب ان تبدا به، تعليم، الصحة. هو الأول بعد إذن حضرتك، أنا من أصحاب مبدأ إن الأفكار تهزم الجيوش. نعم. يعني ممكن بفكرة بسيطة، مش بصعوبة الفكرة، ممكن بفكرة بسيطة تعمل انقلاب في الحياة. فيعني حتة إن أنا أبص كده أمشي في الشارع ألاقي مشكلة، المشكلة ديت ما أمشيش نظرة عادية، لا ده انا برجع البيت مهموم افكر في المشكله ادرسها، يعني اضيع ليلي ونهاري في ان انا الاقي حل لهذه المشكله. المحله مليئه بالمشاكل، المحله يعني حقوقها شبه ضيعه، وعايز حد يبين حقوقها ويطالب بحقوقها ويشوف ازاي تتنفذ، وعنده رؤيه مستقبليه للمحله والاهل المحله والشباب المحله. الملفات اللي حضرتك لك فيها رؤيه يا باشمهندس، يعني على راسها التعليم، التعليم، صح، التعليم. لو جيت لحضرتك شفت المحله هتلاقي المحله اكبر مدينه مساحه بعد اسكندريه في اقليم الدلتا كله. نعم. هتلاقي المحله اكبر كثافه سكانيه من طنطا والمنصوره على يمنا وعلى شمالنا، ورغم ذلك بص كده ما تلاقيش في المحله كليه واحده. نعم. هتلاقي كليات ولادنا كلهم شايلين كتبهم وطالعين على طنطا او طالعين على المنصوره او القاهره او الاسكندريه، بس أو في الغالب حاليا في قريب لنا طنطا في التوزيع الجغرافي دلوقتي غالبا في طنطا والمنصوره. طيب ليه المحله بهذا القدر وبهذه القيمه والمكانه والقدم في التاريخ؟ ليه ما يكونش ولادنا يلاقوا حقهم في اماكن في بلدهم، يريحوا نفسهم ويريحوا وقتهم ويقدروا يبدعوا ويريحوا اهاليهم في المصاريف؟ ليه ما نبداش بانشاء كليات تابعة لجامعة طنطا وبعد كده تكون نواه لجامعة المحله؟ لو عملت كليات في المحله حضرتك هتريح المواصلات من والى المنصوره، من والى طنطا، من والى القاهره، من كل حته هتريح المواصلات. لو عملت كليات في المحله يعني هتعمل انتعاش الاقتصاد الداخلي، هتلاقي الناس هتفتح مشاريع، هتفتح مصادر رزق جديدة هتفتحها لأبناء المحلة، المواصلات هتنتعش، كل حاجة في المحلة هيبقى لها يعني انتعاشة في ظل انك تعمل والمحلة تستحق. تستحق بصراحة. انا حزين، انا خايف، يعني انا
بفكر للايام الجايه لاولادي واحفادي واولادي واولاد واولاد ناس وحفتهم ودولت ولادي. نعم. عايز اريح الناس. الصحه يا باشمهندس. الصحه ملف الصحه والازمه الاخيره ملف كورونا وما قدمته وزاره الصحه ملف الكورونا اللي تعرضت ليه البلد في الاونه الاخيره. نعم. المستشفيات والاطباء عملوا كل اللي عليهم. نعم. ومات منهم شهداء قدموا كتير قدموا شهداء رغم ضعف امكانيات المستشفيات اللي لازم نقف لها ونساعدها. مش نحاول لا ده لازم تصلح احوال المستشفيات العامه في المحله واجب مش اختيار. دعم المستشفيات دعم المستشفيات الطبي واجب مش خيار. نعم. ده المستشفيات دعمها بالمستلزمات الطبيه دعمها بالاجهزه الحديثه. المحله تستحق الكتير. نعم. في جائحه كورونا كنت بحاول اشارك الناس واشارك اهلي في المحله وفي مصر بفكري بدماغي. فكرت ان اعمل كمامه. طيب المصري البسيط عشان اقول له اشتري الكمامه ب 5 جنيه في 6 افراد 30 جنيه في الشهر في 36 في 30 900 مين اللي هيجيب 900 جنيه وبسيط كمامات فقط كمامات فقط. ففكرت اعمل كمامه وبذلنا فيها مجهود كبير. صحيح. والمحله تشهد بذلك يا باشمهندس. الصناعه والمحله قلعه الصناعه في مصر وما ذهب يعني احد من اهل المحله الكرام الى محافظه اخرى الا وقيل له المحله والصناعه والمحله الكبرى المشروعات الصغيره انين الشباب اصحاب المشروعات الصغيره. يعني رؤيه الباشمهندس المحله كانت مش وده بيقطع قلبي كانت قلعه من قلاع الصناعه في مصر. المحلة أصبحت النهاردة سوق ما فيهاش صناعة. الصناعات الصغيرة الشباب بيقفلوا مشاريعهم. ليه ما بندورش على الأسباب اللي الناس بتقفل مشاريعها ونسن قوانين تشجعهم يبدعوا. الصين بتعمل إيه؟ الصين عاملة المشاريع الصغيرة ديت وغزت العالم كله. ليه إحنا ما نقفش ورا شبابنا؟ شباب مبدع. الشباب المصري صحيح لا يماثله شيء في العالم. صحيح صحيح. يعني الشباب ده انا كنت في سن الشباب سافرت امريكا للتدريب لقيت الخبير اللي هيدربنا واقف قدام مشكله في المكنه اللي هو هيدربنا فيها. فقلت لزملائي انا هخش اصلحها. احنا مش في مصر. قلت لهم انا هخش اصلحها. شاب مصري خدته الحماسه دخلت له صباح الخير صباح النور ايه المشكله احنا كذا كذا ايه المشكله قال لي المشكله كذا كذا. فلقيت نفسي باخد منه الرسم الكهربي اللي في ايده وبصيت فيه وهو ماسك القفه وقلت له اعمل قيس هنا قيس هنا العطل اهي. الراجل ما سابنيش ما سابش الوفد من يوم ما دخلنا لحد ما مشينا. ده مش بتكلم عن نفسي بتكلم ان في شباب يبدع مبدع. ولاحظ حضرتك كده العالم كله النهارده مليارات بيكسبوها منين؟ من الهوا. ابداع ابداع. احنا ما ينقصنا هذا الابداع. شبابنا شجع لو شجعنا شبابنا البلد هيتغير حالها خالص. ودي رساله حضرتك للشباب. سن القانون اللي يشجع الشباب ده فين؟ فين اللي بيفكر في الشباب ويضرهم وازاي ننهض بيهم وازاي هم ينهضوا بالبلد وهم قادرين ينهضوا بالبلد؟ نعم. تقول لهم ايه يا باشمهندس؟ تقول للشباب الشباب فيه. الشباب هو الامل. الشباب مش امل محل امل مصر. نعم. الشباب مفروض ما ي... ما, ي... ما يقعدش ساكت يحاول. الشباب النهارده يعني دور الشباب مهم في اختيار النائب بتاعه اللي هو ممكن يخليه حاجه قيمه في البلد يديله قيمته. صحيح. يعني الشباب النهارده لما بيبص يلاقي ان الانتخابات ملهاش لازمه والنواب مش لما يحصل لك مشاكل بسبب سن قوانين تمام تقوم تقف سلبي. لا ده واجب عليك انك تقوم وتشارك وتدور لو بطاقتك خلصانه تروح تجددها تضحي بوقتك. يعني احنا في مناسبه اكتوبر دلوقتي احنا في اكتوبر ده رمز حضرتك للشباب انه لا ييأس لا ييأس ويتقدم اكتوبر العظيم ويتقدم. اكتوبر ده بيفكرنا بالتضحيه. نعم. بيفكرني اكتوبر بالشباب. ازاي الشاب المصري اللي فكر في طرمبه الميه ده شاب مصري. نعم.
يعني ما جاتش من الكبار، جات من فكر لانه يعني عايز يعمل حاجه. فالشباب دول عندهم يقدروا يعملوا كل حاجه. الشاب المصري اللي عمل طرمبه الميه، لو لاحظت حضرتك كان بيقولوا على خط برليف الخط الذي لا يقهر، مش ممكن تعديه ولو استخدمت قنبله نوويه. يجي شاب بفكره بسيطه بطرمبه يكون سبب في هذا النصر العظيم، في هذا اللي ما يتخيلوش العالم. فالشباب بتاعنا مبدع، دور الشباب مهم، مبدع بس بس ما يوقفش سلبي. صحيح. اختار اللي انت شايفه صح، علشان يا باشمهندس ما نبقاش قصرنا الحوار على الشباب. وحضرتك كلمت الشباب وحسب، في اصحاب المعاشات حضرتك قلت ان لاصحاب المعاشات في القلب منزله، خدموا الوطن، ضحوا بشبابهم، ضحوا باعمارهم، استيقظوا مبكرا، عملوا ساعات اكثر من ساعات العمل المعتاده، ضحوا مع حضرتك في العمل بساعات زياده على العمل حتى وصلوا الى سن المعاش، ثم بعد ذلك لهم مشكلات، وحضرتك لك رؤيه في ازاله هذه العواقب والمشكلات من طريقهم. ماذا تقول لاصحاب المعاشات ورؤيه حضرتك لهم؟ أصحاب المعاشات اللي ضحوا بعمرهم كله ووصلوا للسن اللي هو أغلبهم مرضى وأغلبهم مش قادر يمشي، وأغلبهم أصحاب المعاشات اللي بيعانوا النهاردة من مشاكل بسيطة، مشاكل أي نائب عنده يشوفهم لا وتحرك هيحل المشكلة. يعني لما تلاقي أصحاب المعاشات بيطلعوا من الفجر يفضلوا قاعدين في الشتاء والشمس تيجي تنقرهم لحد ما يصرف معاشه بعد 4-5 ساعات، تعب وشقاء. ليه؟ ليه ما كرمهمش؟ ليه ما عمل لهمش اماكن يعني يستريحوا فيها؟ ليه ما عمل لهمش حاجات تقيهم من الشمس ومن الشتاء؟ على فكره انا لما كنت في دوره تدريبيه في امريكا، كنا في المطعم، فجانا الويتر اللي هو الراجل اللي هو هيقدم لنا الحاجه، فشاف واحد فينا سنه كبير، قال له حضرتك عندك كام سنه؟ ساله على سنه. أيوه. عشان ايه؟ عشان هو يعمل له تخفيض 50%، عشان يكرمه، بيكرمه. ده يخفض له في الاكل، في كل حاجه هتقدم له 50% عشان راجل كبير. فواجب علينا ان احنا نبحث، وامور سهله بس حد يبص لها، حد يتحرك عليها. تعد اصحاب المعاشات بحل تلك المشكله، لان لهم حلول حلها جذري لمشكلاتهم ان شاء الله. معانا اتصال، استاذ خطابي عايد. استاذ خطابي عايد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، اهلا بيك. اتفضل اتفضل يا فندم. استاذنك بس يعني مهندس عبد الرحمن الصياد، اتفضل. اخ وعزيز ومن الشخصيات المحترمه. مهندس عبد الرحمن احد قيادات شركه مصر للغزل والنسيج. نعم. وهو راجل فاضل له باع طويل في الخدمه العامه. نعم. هو تصدى لاكثر من مشكله في المنطقه السكنيه اللي هو مقيم فيها، سواء بالنسبه للنقل، للصحه، للتعليم. وانا يعني عشت معاه الايام دي فعلا وشفت مجهوداته. كهرباء، تبني لمشاكل العمال اللي بيشتغلوا معاه في القطاع الهندسي في شركه غزل المحله. هو طبعا دامس الخلق وانسان متعلم وبيمتلك ملكات الابداع والابتكار بشكل عالي جدا، لدرجه ان هو له مجال، يعني له في مجال الاختراع، وشخصيه يعني عقليه علميه مهذبه. نتمنى ان المحله يمثلها رجل من هذه الشريحه، والمحله بتفتقر طول عمرها لقياده برلمانيه تقود العمل العام في المحله في الشارع. لكن للاسف الشديد احنا النهارده اكثر اللي يمثلوا المحله كلهم مشغولين بممتلكاتهم الخاصه، مشغولين باعمالهم ومصالحهم، وطبعا بتتضارب المصالح، لان رجل الشارع يهمه ان النائب البرلماني يبقى في الشارع. صحيح هو مسؤول عن المراقبه والتشريع، لكن المفروض ان هو بيحس بمعاناه رجل الشارع، سواء بقى الطرق، المرافق، النظافه، الصحه، التعليم. وانا شايف ان المهندس عبد الرحمن شخصيه محترمه ومهذبه ومؤهله انها تبقى بتمثل تمثيل شرعي وحقيقي لشعب المحل. نشكر حضرتك جدا استاذ خطابي. يعني ومعظم الاتصالات يا باشمهندس
بتتكلم في رؤية حضرتك، بتتكلم في تاريخ حضرتك الخدمي، بتتكلم في قيادة حضرتك لشركة مصر غزل والنسيج، في قطاع حضرتك قطاع الكهرباء، لم تترك عملا تستطيع أن تقوم به لخدمة شركة مصر غزل والنسيج أو أهل المحلة الكبرى إلا وقمت به. يعني عاوزين حضرتك توجه كلمة للناخب المحلاوي، خصوصية الناخب المحلاوي، تاريخ الناخب المحلاوي مع نتائج الانتخابات، كيف كان دوره، هل كانت النتائج معتادة وتخرج بالاستنتاجات والتوقعات السياسية، أم أن للناخب المحلاوي دائما وأبدا رأي آخر في مسألة النتيجة وكيفياتها ودور الناخب المحلاوي؟ تفضل. قبل ما أجيب على سؤال حضرتك، حياتي اللي أنا عشتها كلها ممكن تشوفني في الشركة تقول الراجل ده ما وراهش غير الشغل في الشركة، تشوفني في الشارع تقول هو الراجل ده مش شغال شغلة تانية. الاتنين همي، كان همي ليل ونهار، وبعد ما سبت الشركة ما زال همي ان هي انهض بيها وانهض بالشركة وانهض بالمحلة كلها لما للي بشوفه. الناخب المحلاوي له سمات خاصة. الناخب المحلاوي ده مميز عن اي ناخب في الدنيا. لو قام بيكسر القواعد كلها، لو قام بيعمل اللي هو عايزه من خلال الصندوق، ياما هد عروش، ياما غير طبيعة الانتخابات كلها تبقى يقول محسومة لفلان. لا، انتخابات مع الناخب المحلاوي مش بالشكل ده أبدا. انتخابات مع الناخب المحلاوي واعي فاهم، بس يخرج. لما الناخب المحلاوي يخرج المحلة تتغير. اخرج واختار اللي انت عايزه، واختار باخلاص لله، حط الله قدامك، حط بلدك قدامك. انت لو ما خرجتش مقصر في حق بلدك وفي حق كل طفل بيتولد. اذا فالنائب الناخب المحلاوي يا باشمهندس ناخب واعي مثقف، لا ياتي بالاستنتاجات ولا بالتوقعات. النائب المحلاوي، الناخب المحلاوي له رايه وله وجهته وله ثقافته، ويستطيع أن يغير في أي وقت وأن يختار. بس يخرج. نعم. لو خرج المعادلة كلها. أنا اتصال يا باشمهندس الأستاذ إبراهيم الرمادي من المحلة. أستاذ إبراهيم الرمادي، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. تفضل. يعني المهندس عبد الرحمن الصياد واحد من الزوال وقيادة شركة غزة المحلة. والمحله شركة غزل المحله ديت يعني هو فرق كبير جدا جدا، و يعني بين الفئات وحوالي 30,000 عام. نعم. تعرضت صناعه الغزل والنسيج في شركه غزل المحله وفي المحله كلها الى نكسه وتراجع الانتاج وتعطلت المصانع، ونرى ان يعني اكثر واحد من المرشحين في المحله اللي يفهم هذا الموضوع ويستطيع انه يساهم فيه بشكل جيد ويتاحت من خلال فرص عمل لعديد من الشباب هو المهندس عبد الرحمن السادي اللي تولى المناصب القياديه في الشركه. هو لو نزكيه على الله هو يعني ملم بمشاكل مدينه المحله بالكامل ويستطيع ان يبني فيها بلاء حسنا. صحيح صحيح. يعني حضرتك ترى من السمات والخصوصيات للبشمهندس وبخاصه في الحته الصناعيه ومسألة إدارة المسألة الصناعية بالمدينة، لا سيما رؤيته في الملفات الأخرى، ما يستطيع أن يخدم به إن شاء الله مدينة المحلة الكبرى وأهلها إن شاء الله. بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة الطيبة. يعني يا باشمهندس حضرتك خدتنا لحتة مهمة، مسألة خروج الناخب للإدلاء بصوته هو واجب لا اختيار. يعني حضرتك شايف أن خروج الناخب المحلاوي خاصة إلى مسألة الإدلاء بصوته لاختيار من يصلح ومن يمثله واجب شرعي وطني وليس اختياري، إزاي؟ زي ما
أنا تقدمت للانتخابات كواجب شرعي ووطني. نعم. إجباري مش اختياري. نعم. لأن بعون الله عندي الأفكار اللي ممكن أحل بها مشاكل المحلة. وما بنامش الليل. يعني أنا ممكن أفضل سهران طول الليل ألف في شوارع. أعرف المشكلة دي وأفضل أتابعها. بتابعها بكل الطرق. عايز متخصصين أقعد معهم. عايز بحث في أي مجال ببحث. مش موضوع سهل. موضوع محتاج مننا إن إحنا نكون واعيين تماماً. ما تختارنيش. اختار المخلص لله. أنا بقدم نفسي لأن ده واجب. شايف إن أنا أقدر أعمل بعون الله كل حاجة. أحل مشاكل المحل بعون الله. لكن الواجب عليك وشرع يجبرك إنك تنزل وتختار ما يمليه عليك ضميرك. الزارع المحلاوي يا باشمهندس، يعني اتكلمنا عن الصناعة ودعمها، حضرتك أحد قيادات وكوادر أحد قلاع الصناعة في العالم وفي مصر، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلات الكبرى. تكلمنا عن القطاع الطبي، شهداء الأطباء في الفترة الماضية، أسأل الله أن يتقبلهم، المصابين منهم. قامت مصر بشكل عام في القلب منها الأطباء بمواجهة أزمة كورونا، أسأل الله أن يرفع البلاء إن شاء الله. تكلمنا في فساد التعليم ودعم المعلم. نسبة التعليم بعد إذن حضرتك. أيوة حضرتك جيت على سيرة المعلم. المعلم مش عايز أقول مهان، المعلم مطارد في البلد. المعلم لازم ندور على إزاي نصلح حاله. دعم المعلم. دعم المعلم إزاي؟ إزاي إن المعلم ده هيقف قدام أطفال أو طلبة ويعلمهم وهو مشغول البال، الدنيا شغلة مفيش. لازم أصلح حاله وبعدين أطالبه إن يعمل واجبه. التعليم هو أساس تقدم الدول. لازم أهتم بالتعليم، أهتم بالمعلم، أهتم أديله راحته كافية، أشوفه عايز إيه. إذا حضرتك تعد المعلم بكرامة بإذن الله، ده يعني ده قالب به اللي يحب دعم البلد. المعلم اللي يحب البلد ديت يدعم المعلم. دعم المعلم واجب وطني ليس شخصي، ليس مش اختياري. ده واجب إجباري إن لازم يدعم المعلم. نعم. الزارع المحلاوي يا باشمهندس، يعني كتير من أهلنا بالمحلة الكبرى من الزارعين، والأمر تغير. صاحب الأرض ترك الأرض والحرث والزرع والثمار والجني والبيع وكذا، وانتقل إلى المدينة. هل هو اختار أن يفعل ذلك؟ هو ليه عمل كده؟ أجبر عليه؟ هو ليه عمل كده؟ تفضل. هو الرجل لما يتعب في الأول، المزارعين والفلاحين دولت كانوا زمان من أسرياء البلد. إيه اللي جرى عليهم؟ إيه اللي خلاه يسيب الأرض ويبورها ومش عايز يزرعها؟ إيه اللي خلاه يبيعها ويمشي؟ كل ده بسبب إيه؟ الراجل بيزرع طول السنة ويجي في آخر السنة ما يلاقيش أي ناتج، ما يلاقيش عشر الناتج اللي هو زي المصانع الصغيرة، يبذل مجهود ويلاقي ضرايب ويلاقي كهرباء ويلاقي يقفل مصنع ويروح يشتغل عند أي حد. ليه ده؟ دي أسباب لازم تبحث وتبحث بجدية وتقدم بها مشاريع قوانين. مسألة أسعار السماد، مسألة كل حاجة فيها الري، ما هو في النهاية بيلاقيش. هيقعد يعمل إيه؟ يعني هياكل ولاده ولازم هيسيب المكان. بعضهم بيجازف يا باشمهندس ويترك الأرض طابور من أجل أن يقوم ببيعها بأسعار. هيبيعها ليه لو بتعيد عليه عائد؟ هيبيعها ليه؟ مفيش عائد بتيجي من وراها، خسارة. بقى عايش في غلب، يعمل ايه؟ يعني قديما يا باشمهندس كنا نرى السادة الفلاحين من الأثرياء. اليوم الأمر تغير، كانت يعني إلى أن يصل إلى مرحلة الجني وبيع الثمار تكون له مبالغ كبيرة، حتى أنه يسأل عن زكاة الزروع والثمار. وأنا لو رويت بالماء الجاري يبقى كام، ولو بماء الشتاء يبقى كام، ولو أنا معلق المكنة يبقى كام. اليوم يعني قد لا تجد من لا يسأل عن زكاة الزروع والثمار لأنه لم يصل إلى
ما مش هيوصل للنصاب بتاعها. الكم او النصاب الذي سيزرع به. طيب يا باشمهندس، يعني من تاريخ حضرتك وكنت مهندسا كبيرا بشركة مصر الغزل والنسيج، تركت السفر إلى دول الخليج الشقيقة وتركت السفر إلى أوروبا، وحضرتك في بعض الدورات بدول أوروبا عرض عليك أن تقيم بأوروبا وأن تعمل بها لتجني الأموال والمستقبل وكذا، رفضت. هل لازلت مقتنعا بما فعلت من أجل الوطن ومن أجل مصر؟ عايز أقول لحضرتك أنا بشتغل في حياتي تحت مبدأ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. مين اللي هيجزيك؟ هاخد كان ممكن بقيت مليونير. صحيح. سهلة قوي قوي، أو كانت سهلة جدا، وياما عرض علي عروض. وبعد ما تركت الشركة اتعرض علي عروض، لكن أنا مرتاح. ليه؟ لأن اللي هيجازيني ربنا. خير الجزاء هلاقيه عند ربي بإذن لو ربنا يتقبل. خدت بال حضرتك؟ فمهما عملت وخدت فلوس سايبها. يبقى لازم اشتغل وعيني والله راحة في القلب ما يشعر بها حد إلا اللي يحط نفسه ويعرف إن ربنا هو اللي شايفه وهو اللي مطلع على أعماله وهو اللي هيجازيه. تخيل جزاء البشر إيه؟ هغني ولادي؟ الحمد لله أنا راضي، أنا راضي تماما بإن ربنا جزاني من غير ما أتعب. ربنا بيعيد عليك بأشكال غريبة، بأشكال بسيطة جدا، يعني بيريحك، بتحس براحة لما تتعب. القناعة، حضرتك أحسست بالقناعة ورضا ربي، قدمت وتحس برضا ربنا فيما ولبلدك ولبيتك الكبير شركة مصر الغزل والنسيج بالمحلات الكبرى. مش شركة مصر بس حضرتك يا دكتور محمد، شركة مصر جزء من مصر. هموم مصر عايش فيها كلها، من يعني ممكن محدش يشعر بيا، ممكن الناس تشوفني ماشي بسيط، لكن محدش يشعر باللي جوايا. انا جوايا امال كبيرة جدا للبلد، امال يعني انا لما جيت اثيوبيا تبني سد النهضه، قعدت اخش في قعدت افكر في مردودها بعد كام سنه. فكرت في ان انا ازاي ان رشد الميه اللي احنا هنقول لاثيوبيا سيبي لنا ميه. تمام يا باشمهندس، كلمه اخيره لاهلك واحبابك بدائره بندر المحله الكبرى، ماذا تقول لهم في ختام الحلقه؟ اهلي في بندر المحله الكبرى، أعدهم بإذن الله إن بإذن الله في ملفات جاهزة لحل مشكلة النفق، في ملفات جاهزة لحل مشكلة المعاشات، في ملفات جاهزة للمستشفيات والنواقص اللي فيها ومحتاجة إيه، في ملفات جاهزة لإن أنا أمنع واحد يموت على السكة الحديد في اللي بيعدوا من وإلى أحياء الجمهورية، في ملفات جاهزة لحل مشاكل المحلة، لان عايش فيها بوجداني وباحساسي وبقلبي، كل حاجه ببحث فيها وبجهز ملفات. امتى هيجي تنفيذها؟ بقول يا رب يجي ميعاد تنفيذها ان شاء الله باذن الله. في نهايه هذه الحلقه الماتعه الممتعه، الله نشكر حضرتك باشمهندس عبد الرحمن الصياد، الله مرشح بندر المحله الكبرى، نسال الله لك السداد والتوفيق. واعد المحلويه باذن الله ان انا اعمل كل حاجه عشان تتعمل كليات في المحل اللي راحت الشباب واسرهم باذن الله. نشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. شكرا لحضرتك. في نهايه هذه الحلقه نشكر الباشمهندس عبد الرحمن الصياد هذه الحلقه الممتعه، نسال الله له التوفيق والسداد، ونسال الله التوفيق والسداد والامن والامانه لاهلنا وبمصرنا ولوطننا الغالي. شكر الله لكم طيب متابعتكم، نشكر لكم من شاشة قناة الصحة والجمال قناة كل بيت، نشكركم جميعا، نترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.